الا سولتكم شنو هو سر ديال النجاح، كل واحد فيكم غيعطيني واحد الاسرار مختلفه. واحد يقول لي هو تفيق بكري، واحد يقول لي بانه هو يكون عندك الفلوس، واحد يقول لي بان تكون عندك عائله تدعمك. ولكن نقدر نطرح السؤال بصيغه اخرى، علاش حنا عندنا الثقافه ديال السر ديال السحر؟ اننا شنو هو السر ديال النجاح، شنو هو السحر ديال النجاح؟ طبعا هذه كلها مفاهيم نقدروا نلقاوها في الافلام وفي المسلسلات، لكن في الواقع تنظن ما كاينش شي سر ديال النجاح. كاين فكره بسيطه اللي كانت يقولوها المغاربه بالقديم الزمان، والله ما قفلتي لا فورتي، بمعنى انه التدريب المستمر والخدمه والاستمراريه هي اللي تخلق الفرق بين الناس. حنا المغاربه عندنا الفكره ديال واش يمكن لي ننجح باقل وقت واقل تكلفه، ديما عندنا الفكره ديال اننا نقللوا من الوقت ومن التكلفه، وهذا ماشي منطقي، لانه السر ديال اي انجاز هو الوقت اللي هو واحد الوقت كبير تعطي لواحد المجال، وثانيا وهو الاستمراريه في ديك المجال، يعني ما يمكنلكش توصل شي حاجه وانت ما تخدمش عليها وما تستمرش فيها. اذا الاصدقاء العصا السحريه ديال النجاح هو التدريب المستمر والاستمراريه في شحال تديرها. ليش اي واحد وصل شي حاجه، مثلا باش تولي دكتور خص تقرا 3 سنين ديال الاجازه، تقرا عامين ديال الماستر، 3 سنين ديال الدكتوراه. اذا شوف معايا هذا المسار ديال الدراسي حتى تحصل على شهاده ديال دكتوره. إذ لا يمكن ان نتكلم عن ثقافه الانجاز وعن ثقافه النجاح بشكل موجز وبشكل سريع، لان النجاحات السريعه اصبحت مدمره لمستقبل الشخصيه ديالنا، فما يمكنناش نوصلوا لواحد الحاجه اللي هي مهمه وزوينه بدون واحد التضحيه. خصنا نضحيو بالوقت ديالنا اللي هو الوقت ديال اللعب، الوقت ديال مشاهده الافلام، الوقت ديال اننا نقعدوا مع اصحابنا باش نحققوا واحد الانجاز، والا راه ما يمكنناش نكونوا كلنا منجزين، لان الناس اللي حققوا ابداعات كبيره راهم ضحاو بكثير من الاشياء العاديه اللي حنا تنديروها بشكل يومي باش يقدروا يوصلوا لديك الحاجه اللي هي تنشوفوها حنا زوينه وكبيره. ابداع فني، ابداع فكري، ابداع رياضي او ابداع جمالي.